مرحبا أصدقائي. إذا دائما في إطار الموديول ديال لا كونطابيليتي جينيرال سيمستر 1 وباقين في لا نوسيون ديال لي بيلون. إذا اللي ما شافش الفيديو اللي فات يرجع يشوفه باش يقدر يتبع معنا مزيان هاد لا فيديو هادي. إذا غنبداو اليوم لا فيديو ديالنا بواحد لابليكاسيون قالك لو ان 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 واحد le 1er janvier واحد لاني ان لونتربريز نجلاء سوسيتي اون كوليكتيف عطاتك هاد لي زيليمون هادو دوموند ديتابليغ سون بيلون وقالت لك عطيني لو بيلون دونك عندنا هادو دي فري دو كونستيتيسيون مصاريف ديال تاسيس الشركه 5000 درهم فون كوميرسيال واش طرحنا اشنا هو فون كوميرسيال 2425000 درهم ايموبل ب 600000 درهم ماتيريال اندستريال 400000 درهم ماتيريال دو ترونسبور اكسيتيرا دونك هاد لي زيليمون هاد لي زيليمون هادو ماتيريال كلهم كتلقاهم في الكلاس 2 كلشي هادشي كتلقاو في الكلاس 2 دونك هاد لي زيليمون كتلقاهم في الكلاس 2 يعني الا مشيتو لو بيلون الا مشيتو للبلان كونطابل غتاخدو هادو هادو اللي كيكونوا في الكلاس جوج يعني كونت داكتيف ايموبيليزي كونت داكتيف ايموبيليزي دونك هنا غتلقاو هادوك هنا غتلقاو كاع لي زيليمون ديال ليموبيليزاسيون نون فالور فري بريليمينير فيهم فري دو فيهم لي فري دو كونستيتيسيون يعني كتلقاو هاد لي زيليمون هنايا هنا عندنا فري دو كونستيتيسيون كتمشيو لي زيموبيليزاسيون كوربوريل هنا كتلقاو التيران كتلقاو كل حاجه عندها النيميرو ديالها داكوغ دونك هادوك لي زيليمون هما عندنا لي كريونس كليون داكشي لي كنتسالو للناس فلوسنا عند الناس وش شي حوايج شي فلوس حاطينها في لابونك 180000 درهم وشي فلوس حاطينها في لاكاز هنا وعندنا واحد لو كابيتال يعني راس المال باش اسسنا الشركه على الكابيتال هو راس المال باش اسسنا الشركه هنا لو كابيتال ما عارفينش شحال عاطينا علامه استفهام وعندنا لومبرون يعني واحد القرض خديناه من عند واحد المؤسسه ماليه واحد البنك 300000 درهم وعندنا ديت فورنيسور يعني ديون ديال هذاك السيد اللي كيمولنا بالماده الاوليه اولا اللي كيبيع لنا السلعه اكريدي 180000 درهم داكوغ اذا ترافاي افير اشنو خصنا نديرو Établir le bilan de l'entreprise, Najla, société en nom collectif ou 1-1-N. Yani, Ramsaobo, le bilan de l'entreprise Najla, le 1-1-N. Donc, awalan, kif ma gna likum. Khasna awalan, choufou, chna huma les emplois ou chna huma les ressources. Donc, na, mlin jaouna le flous, enaya, mlin l'entreprise, chna huma le doyoun li liha ou le flous li jabet. Awalan, l'entreprise, andha, كاين لو كابيتال اللي ما عارفينش حنا شحال لو كابيتال هو من الامور اللي كتجيب اللي كنجيبو هما الفلوس اللي كيجيبو هذوك الشركاء اللي كنجيبو دي ريسورس انترن يعني فلوسنا حر مالنا عندنا لي زونبرون اللي هما القروض اللي كناخذو من عند الابناك واحد المده التي تفوق سنه دونك هاد لي زونبرون هادو هما فلوس اللي كنجيبوهم من البنكه كنتسلفو باش اننا نديرو استثمارات كاين ديت فورنيسور يعني فلوس اللي ماشي ديالنا مثلا واحد السيد اللي كيبيع لنا السلعه بالكريدي اولا اللي كيبيع لنا الماده الاوليه بالكريدي حتى نبيعو حنا عشان نردو ليه فلوسو فهادو ايضا هو مصدر للمال مصدر للمال يعني هنا كتجينا لارجون من هاد ثلاثه الحوايج هادو هادو كيتسموا دي ريسورس ولي ريسورس قلنا في اللونغاج ديال لا كونطابيليتي كيتسموا باسيف يعني غيكونوا على اليمين في الطابلو ديال البيلو والاكتيف هما فاش غنستعملوا هاد الفلوس فاش غنستعملوا هاد الفلوس هما لي زاكتيف هما لي زومبلوا يعني اشنو غنديروا بهاد الفلوس اشنو هما الممتلكات اللي غادا تمتلك الشركه بهاد الفلوس يعني هما فري دو كونستيتيسيون فون كوميرسيال ايموبل اكسيتيرا ونحطوا شي حاجه في البنكه ونحطوا شي حاجه في لاكيس لاكيس هي ديك القابطه او الخزنه اللي كتكون في الشركه اللي كنلقاو فيها لي سبيس داكوغ اذا لو بيلون كيكون على هاد الشكل كما سبق وشفنا اللي ما شافش الفيديو اللي فات يرجع يشوف كيكون عندنا البارتي اكتيف في الغوش والمونطون وفي اليمين كاين عندي البارتي باسيف والمونطون يعني الباسيف يعني منين جاتنا الفلوس والاكتيف اشنو درنا بهاد الفلوس هنا داكشي الديون وداكشي اللي على الشركه وهنا داكشي الممتلكات ديال الشركه قلنا اول حاجه كنبداو بها هما لي كابيتو بروبر لو كابيتو بروبر
دونك لحد الان حنا باقي ما كنديروش هذاك لو بيلون بروفيسيونيل كيف خاصو يكون. لحد الان حنا باقي كنديرو غير واحد لو بيلون مبسط من اجل التوضيح فقط، ماشي شي واحد يشوف هذه يقول لا راه ماشي هذا هو لو بيلون، لا حنا قرينا البيلون بواحد الطريقه اخرى. حنا دابا غير كنديرو امثله توضيحيه، غير كنبسطو دابا حنايا لحد الان كنبسطو، يعني هذا غير مثال توضيحي. دونك اولا هاد لي زيليمون هادو، هاد لي زيليمون هادو خصني اول حاجه كنبدا بهادوك لي زيليمون ديغابل، يعني اللي كيبقاو بلوس دانو. لي زيليمون ديغابل هما فري دو كونستيتيسيون كوميرسيال ايموبل ماتيريال اندستريال ترونسبور بيرو موبيلي دو بيرو، هادو ديغابل كيبقاو اكثر من عام. اما ستوك دو ماتيير بروميير ولي كريونس كليون ولا بانك ولا كيس هادو ماشي ديغابل، هادو كيبقاو قل من عام، هادو سيركيلون كيكونوا كيمشيو وكيجيو كما سبق وشرحت. راه اللي ما شافش لي فيديو اللي فاتوا بلا ما يبقى يتبع معنا في هاد لي فيديو. اذا حنا غنبداو بهاد لي ديغابل. هاد لي ديغابل قلنا كيكونوا في هاد لا كلاس، كيكونوا في هاد الكلاس جوج، يعني كيكونوا في كونت داكتيف ايموبيليزي. يعني حنا فاش كنبغيو نحطوهم راه كنحطوهم بهاد الترتيب. ما يمكنش مثلا دابا انا نجي نحط واحد ليليمو نحط مثلا ندير هذا قبل من هذا، اولا مثلا نجي ندير مثلا هذا قبل من هذا، لا كنبدا جاي بالترتيب من الفوق حتى للتحت كما الترتيب اللي عندي في البلان كونطابل. كنحتارم نفس الترتيب ملي كنبغي نصاوب لو بيلون ديالي داكوغ. دونك وكنبدا عندي هنا لي زيليمون وعندي لي مونطون، كنبدا كنرتب. كنبدا اول حاجه كنبدا بها شنو هي الفري دو كونستيتيسيون، ها هي ب 5000 درهم كنسبقها. الى شفتوا راه لي فري دو كونستيتيسيون راه هما الاولين، ها هما لي فري دو كونستيتيسيون، ها هما الاولين فري دو كونستيتيسيون. هذا باش كتجي كتلقى من وراهم، ها هو كتلقى الفون كوميرسيال شتي كيجي من وراه تحت منه، وكنبقاو هابطين بحال هكا. دونك فون كوميرسيال ب 425000 درهم، ايموبل ب 600000 درهم، ماتيريال اندستريال ب 400000 درهم، ماتيريال ترونسبور 150000 درهم، ماتيريال دو بيرو 70000 درهم، موبيليو دو بيرو 30000 درهم. يعني كنحط هذوك لي زيليمون اللي عندي في التمرين ولا في ليكزامان حسب الترتيب اللي عندي في بلون كونطابل داكوغ. هنا يعني مشيتي لبلون كونطابل غتلقى فون كوميرسيال كيجي من ورا فري دو كونستيتيسيون صافي. هادو قلنا لي زيليمون دورابل اللي كيبقاو واحد المده كبيره اكثر من سنه كيدخلوا في لاكتيف ايموبيليزي. من وراها كيجي لاكتيف سيركيلون. لاكتيف سيركيلون هو داكشي اللي كيبقى عندي قل من عام وكيخرج وكيدخل. كاينه واحد لابارتي لتحت سميتها لا تريزوري، هادشي غنشوفو اون ديتاي لان هاد البيلون كما قلت لكم راه غير توضيحي. لاكتيف سيركيلون داكشي اللي كيبقى عندي قل من عام، عندي اولا ستوك دو ماتيير بروميير، يعني هذاك ستوك ديال الماده الاوليه اللي كنصاوب منها لي برودوي ديالي غنبيع 250000 درهم. كريونس كليون عندي ب 50000 درهم، الفلوس اللي حطيت في لابونك 180000 درهم، ولا كيس هي اخر حاجه ب 20000 درهم. دونك هاد لاكشيف الا جمعت هاد لي مونطون كاملين غيخرج لي التوتال ديال الاكتيف هو 2,180,000 درهم. اذا غنمشي للباسيف. باسيف فيه لي ريسورس، فيه منين جاتني الفلوس، الاصل ديال الفلوس دو فيان لارجون. عندي ثلاثة الحوايج في التمرين، عندي الكابيتال ولومبخا والفورنيسور. الكابيتال دابا انا حاليا باقي ما عارفش اشنا هو الكابيتال، دابا انا ما عارفش اشنا هو الكابيتال، عندي غير دونك الكابيتال كيكون في لي كابيتو بروبر كابيتال. دونك انا باقي ما عارفش دابا هنا، انا مازال ما عارفش شحال عندي في الكابيتال. اللي عارف هما لي ديت الديون اللي عليا، كاينين لي زومبخان، لي زومبخان ب 300000 درهم. دونك لي زومبخان كيجيو قبل من لي ديت فورنيسور. لي زومبران هما كيكونوا هنا في الكلاس واحد، هما هادو هما لي زومبران اوبخي دي زيتابليسمون دو كريدي، اومبران اوبخي دي زيتابليسمون دو كريدي. واللي تحت منهم هما هاد لي ديت فورنيسور. هاد لي ديت فورنيسور كاينين في كلاس 4. المهم هادشي نتوما غتبداو تولفوا من بعد ملي غنشرح لكم اللوجيك، دابا غير تبعوا معايا. عندي هنا فورنيسور، دوك فورنيسور كيجي من ورا لي زومبران. اذا هنا لي زومبران عندي 300000، فورنيسور عندي 180000. طب الكابيتال كيفاش غادي نعرف الكابيتال انايا؟ هذيك القاعده اللي سبق وشرحت لكم في الفيديو اللي فات، القاعده اللي شرحت لكم في الفيديو اللي فات، وقلت لكم بان التوتال، قلت لكم بان التوتال اكتيف كيساوي توتال ديال الباسيف، لان البيلون دائما خاصو يكون ايكيليبري. فوالا هاد كما قلنا التوتال اكتيف خاصو يساوي
total passif. Il y a un bilan qui compte d'un équilibré. Donc, total actif, total actif, juste 1 180 000 dirhams. D'accord. Au total passif, je nous fais le capital, زائد l'emprunt, زائد fournisseur, fournisseur. Donc, je nous gagne là. Total actif qui sert total passif. Total actif, ou juste 1 180 000. Au total passif, fil capital, zaid l'emprunt, zaid fournisseur. D'accord? Idem. Anna ma arf, le capital. Donc, le capital. Rep, quand on dit le capital, bouhdoum, ou adela. Le capital qui sert juste 1 180 000. Naqis l'emprunt. Naqis fournisseur. D'accord? Donc, le capital, on va le capital bouhdo, on va dire que les éléments j'ai l'autre. On va dire que les éléments j'ai l'autre. On va dire le capital qui s'est juste 1 180 000, naqis l'emprunt, naqis fournisseur. Iden, on va dire que les éléments j'ai l'autre. Donc, le capital est total actif, naqis emprunt, et les dettes fournisseurs. Il y a un l'emprunt, un les dettes fournisseurs. Total actif qui m'a clé comme ou juste 1 180 000 dirhams. Naqis l'emprunt, les 800 000, le fournisseur, les 1 180 000 dirhams. Donc, c'est la guerre de Kharbeka, moi, c'est la guerre de l'Oula de Saba. Iden, on se rejoint comme 1 700 000 dirhams. D'accord? Iden, parfois, ma qui rejoint l'ina le bilan équilibré. ما كيخرجش لينا التوتال اكتيف كيساوي التوتال باسيف. ملي كنجمعوا مثلا التوتال ديال الاكتيف كيخرج لينا واحد العدد، وملي كيخرج لينا التوتال ديال الباسيف كيخرج لينا واحد العدد. اذا هنا باش كنديروا ليكيليبر باش ان يولي التوتال اكتيف كيساوي التوتال باسيف، كنزيدوا واحد لو كونت سميتو ريزولتا. الريزولتا هو النتيجه اللي حققتها لونتربريز، يا اما ربح يا اما خساره. الا كان عندي الاكتيف كبر من الباسيف، فهنا كاين واحد شي حاجه زايده في لاكتيف على الباسيف. باش ندير ليكيليبر هذيك الشياطه اللي بقات كنديرها هنا بالبلوس، كنزيدها هنا وكنكتب هنا ريزولطا تحت الكابيتال، يعني في لي كابيتو بروبر. الا كان لاكتيف صغر من الباسيف، اذا هذاك الفرق كنديرو هنا بالموان، يعني بيرت لونتربريز، خسرات، حقت خساره. داكوغ. دونك à la fin d'un exercice comptable, يعني مني في النهايه ديال واحد ليكزيرسيس كونطابل، يعني après plusieurs opérations faites par l'entreprise. يعني l'entreprise كدير بزاف ديال لي زوبيراسيون، يعني كتبيع، كتشري، كتجيب السلعه، كتخرج السلعه، كتخلص الخدامه. لو بيلون في apparaître une différence entre le total actif et le total passif. يعني في الاخر ضروري ما كنلقى ان المونطون ديال الاكتيف كيكون مختلف على المونطون ديال الباسيف، ما كيكونوش كيتساواو، كيكونوش بحال بحال. اذا سيت ديفيرونس كوريسبون ا ان ريزولتا رياليزي بار لونتربريز. يعني هاد لا ديفيرونس اللي كتكون ما بين توتال اكتيف وما بين توتال باسيف هي هذاك لو ريزولتا اولا هذاك الربح، البينيفيس اللي حققت لونتربريز. الا كان بينيفيس كنديرو في لي كابيتو بروبر بالبلوس، والا كان بيرت يعني خساره كنديرو في لي كابيتو بروبر بالموان. اذا هذا هو يعني كاين عندي دو سيتوياسيون. لا سيتوياسيون الاولى كيكون التوتال ديال لاكتيف كبر من التوتال ديال الباسيف، يعني الريزولتا كيكون بينيفيسيير. اذا شنو كندير؟ كنسجلوه في لو بيلون في لي كابيتو بروبر بواحد السين بلس، كنسجلوه بسين بلس. داكوغ. والا كان العكس، دونك غنشوفو واحد لابليكاسيون. دونك هنا عندنا واحد لو ان 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 لي زيليمون ديال البيلون ديال لونتربريز سمايتك سارل، هما هادو كونستركسيون، موبيلي دو بيرو، امبران، كابيتال. هاد لي زيليمون عندي هنايا، هادو قال لك عطيني لو بيلون دو ديبار ديال لو ان ان ان، يعني البيلون اللي بدات به هاد الشركه. يعني عندها كونستركسيون، عندها موبيلي دو بيرو، مارشانديز، بانك، كابيتال، امبران، ديت فورنيسور، كل حاجه والمونطون ديالها. هذا هو باش قلنا بسم الله باش بدينا غنديرو لو بيلون كيما شفنا. ابخي هاد لا سوسيتي سمايتكس دارت بليزيوغ اوبيراسيون خلال هاد السنة هادي، دارت بليزيوغ اوبيراسيون.
يعني باعت السلعة، شرات السلعة، خلصت الخدامة، خدات دي كريدي، شرات ماتيريال دو ترونسبور، مهم ما خلات ما دارت. بيان سور التوتال ديال لاكتيف والتوتال ديال الباسيف ما غيبقاوش ايكيليبري، غتكون واحد لا ديفيرونس بيناتهم، وهذيك لا ديفيرونس هي الريزولت. دونك هنا قال لك عطيني، قال لك او 31 دوز ان، يعني دازت عام، لي زيليمون ديال البيلون ولاو بحال هكا، يعني ولا عاد دي كونستريكسيون تبدل، موبيليو دو بيرو تبدل، الكابيتال، لومبران، فورنيسور، يعني الامور تبدلات. بحال مثلا هنا ديت فورنيسور كانوا 180 الف درهم في بدايه السنه، في نهايه السنه ولاو غير 50 الف درهم، داكوغ. لومبران كان في 420 الف في بدايه السنه، في نهايه السنه كان غير 400 الف، اكسيتيرا. كابيتال غيبقى هو هو، لان جينيرالمون الكابيتال ما كيتبدلش في عام ولا في عامين، كابيتال كيبقى ديما هو هو، ما كيتبدلش الا الا درنا شي اوغمونطاسيون دو كابيتال ولا ديمينيسيون دو كابيتال. هادشي غتشوفوه في كونطا دو سوسيتي في اس 4، داكوغ. مارشانديز بدينا ب 600 الف درهم، في نهايه السنه بقات عندنا 600 الف درهم، اكسيتيرا. المهم ما علينا، دابا عاوتاني خصنا نديرو لو بيلون في لو 31 12. دابا غنمشيو لو بيلون في لو 1 1 ان. كونستركسيون غنبداو بلاكتيف ايموبيليزي، يعني لي زيليمون. ديما البيلون كما قلت لكم هذا راه غير توضيحي، ماشي هو البيلون الحقيقي. دونك هنا عندي لاكتيف لا غوش، يعني ليزومبلوا اللي غنستعمل مع المونطون ديالهم، والباسيف هما لي غوسورس، منين جاوني الفلوس. يعني اولا عندي الكابيتال، وعندي لومبران، وعندي الفورنيسور. في الاول الكابيتال كانت 800 الف درهم، ولومبران كانت 420 الف درهم في لي ديت، والفورنيسور كانت 180 الف درهم. يعني التوتال ديال الباسيف هي 1,400,000 درهم. في لاكتيف عندي لاكتيف ايموبيليزي لي زيليمون اللي غيبقاو اكثر من عام بالترتيب، بالترتيب راه ما يمكنش يكون هذا ماتيريال دو بيرو يكون قبل من الكونستركسيون، خصنا نحترموا داك الترتيب اللي في البلان كونطابل، داكوغ. كونستركسيون كانت عندي ب 500,000 درهم، ماتيريال دو بيرو كانت عندي ب 120,000 درهم، ماتيريال دو ترونسبور ب 80,000 درهم، لاكتيف سيركيلون عندي مارشانديز ب 600,000 درهم، وبنك ب 100,000 درهم. اذا التوتال ديال لاكتيف، التوتال ديال لاكتيف، لاكتيف سيركيلون قلنا هما دوك لي زيليمون اللي قل من عام، ولاكتيف ايموبيليزي هما لي زيليمون ديغابل. هنا هنا التوتال ديال لاكتيف هو 1,400,000 درهم. اذا كتلاحظوا التوتال ديال لاكتيف كيساوي التوتال ديال الباسيف، يعني بيلون ايكيليبري. في نهايه السنه كونستركسيون بقات، الكونستركسيون تبدلات ولات 450,000 درهم، موبيليو دو بيرو 200,000 درهم، ماتيريال دو ترونسبور 150,000 درهم. هادو هما لي زيليمون ديغابل في لاكتيف ايموبيليزي. في لاكتيف سيركيلون ولا عندي المارشانديز ب 600,000 درهم، والبنك 150,000 درهم. كتلاحظوا بان التوتال ديال لاكتيف هو 1,550,000 درهم، داكوغ. اذا هنا غنمشيو غنمشيو للباسيف. الباسيف عندنا الكابيتال ديالنا بقى هو هو ب 800,000 درهم، لومبران تبدل من 24 من 420,000 درهم ولا 400,000 درهم، والفورنيسور من 180,000 درهم ولا 50,000 درهم. اذا الى حسبنا التوتال ديال الاكتيف غنلقاو هو 1,550,000، والى حسبنا التوتال ديال الباسيف يعني قبل من الريزولطا، يعني حنا دابا باقي ما عرفناش الريزولطا شحال، اش غنديرو؟ غنشدو الكابيتال ب 800,000 درهم، غنزيدو عليه لومبران ب 400,000 درهم، وغنزيدو عليه فورنيسور ب 50,000 درهم، غتعطينا 1,250,000 درهم، غتعطينا 1,250,000 درهم. إذا كتلاحظو بأن التوتال ديال الأكتيف ماشي بحال التوتال ديال الباسيف، إذا التوتال ديال الأكتيف كبر من التوتال ديال الباسيف، سوبيريور إليه، التوتال أكتيف كبر من التوتال باسيف. إذا غنديرو الريزولتا. اذا كاين عندنا كونت ديال الريزولطا باش نشوفوا لونتربريز واش حققت ارباح ولا خساره. اذا الريزولطا شنو هو؟ هو التوتال ديال الاكتيف ناقص توتال ديال الباسيف. دونك هي 1,550,000 درهم ناقص 1,250,000 درهم كتعطيك 300,000 درهم، وهذا سي تان بينيفي، سي ربح، كنحطوه بالبلوس هنا تحت من الكابيتال، يعني في لي كابيتو بروبر. ريزولطا زائد 300,000 درهم، وبالتالي كيخرج ليا ليكيليبر. ملي كنزيد ريزولطا على لي زيليمون ديال الباسيف كيخرج ليا ليكيليبر، توازن. يعني التوتال ديال الباسيف 1,550,000 درهم، والتوتال ديال الاكتيف هي 1,550,000 درهم.
Donc, ce bénéfice doit être introduit dans le haut du passif du bilan, capital propre. Donc, le bénéfice qui est trop là, le passif, le fort, mal capital. D'accord? On constate que le résultat a permis d'équilibrer un bilan qui au départ était déséquilibré. Il y a un résultat, l'équilibre. Donc, le bilan a équilibré, qu'un déséquilibré, un total actif. Fait 1 550 000 dirhams, le total passif 1 250 000 dirhams. Donc le فرق باش نديرو التوازن هو الريزلتات كنديرو 300 000 dirhams. D'accord? عندي الكاد دو ريزلتات ديفيسيتير. الحالة اللي كيكون الريزلتات خسارة بالنسبة للانتربريز. يعني هذه ملي كيكون عندي التوتال اكتيف صغر من التوتال باسيف. يعني الاكتيف صغر من الباسيف. يعني داكشي لي زامبلوا صغر من الفلوس اللي جبنا. Donc le résultat est une perte, yani l'entreprise khsrat. Donc à enregistrer au passif dans les capitaux propres avec un signe moins. Donc hadik el khasara kansejlouha bnaqis. D'accord? Donc pour la même entreprise. Donc بالنسبه لنفس l'entreprise, نفس l'entreprise li hiya Smitec Sarl, yani hadak le bilan l'oulani dial le A1 ghayebqa huwa huwa, ma ghaytbeddelch. D'accord? هاتوما عقلوا على لي زيليمون اللي كانوا ها هما غيبقى هو هو ولكن هنا غنديروا حاله اخرى غنديروا حاله اخرى بور لو ميم انتربريز يعني قالك اون سيبوز كنفترضوا بان في 3112 هذه المره لا سيتوياسيون غتكون على الشكل التالي يعني كونستركسيون 400 000 dirhams موبيليو دو بيرو 100 000 dirhams ماتيريال دو ترونسبور 50 000 dirhams مارشانديز 500 000 dirhams بنك 150 000 dirhams كابيتال 800 000 dirhams امبران 450 000 dirhams le fournisseur 150 000 dirhams. Donc, quand je dis le bilan, donc quand je dois les éléments, quand je dois avoir l'actif à l'aïsar, le passif à l'aïman, ou quand je dis le bilan 31-12N, les montants. Quand je dois avoir l'actif immobilisé, les éléments les humains durables, quand je dois avoir l'actif, il y a des constructions. Donc, il y a des éléments, je vais vous les éléments qui sont dans l'entreprise, que ça m'a dit. كتشوفوا في البيلون وكتلقاهم كيبداو كلهم بجوج اللي كيبداو بجوج راهم اكتيف ايموبيليزي كاع اللي كيبداو بجوج فهما اكتيف ايموبيليزي داكوغ غتقلبوا في البلان كونطابل وكاع اللي كيبداو بجوج هما اكتيف ايموبيليزي اذا عندي كونستركسيون ب 400 000 dirhams موبيليو دو بيرو ب 100 000 dirhams ماتيريال دو ترونسبور ب 50 000 dirhams اكتيف سيركيلون هما اللي قل من عام هما اللي قل من عام دابا نتوما مطلوب منكم تخرجوا لا تمارين لا والو حتى نكمل لكم البيلون عاد غتوليو تعرفوا تخرجوا البيلون بوحدكم حيت دابا هذا غير امثله توضيحيه داكوغ مارشانديز ب 500 000 dirhams بنك 150 000 dirhams دونك لقينا التوتال ديال لاكتيف هو 1 200 000 dirhams دابا غنمشيو للكابيتو بروبر يعني الباسيف لي كابيتو بروبر عندنا فيه الكابيتال 800 000 dirhams دابا الريزلت هنا باقي ما داوينش على الريزلت حنا دابا غنديرو بحال باقي يلا كنخرجوا في التمرين لي ديت ديون عندنا لومبران ب 450 000 dirhams وعندنا فورنيسور ب 150 000 dirhams دونك الا جمعنا الباسيف يعني 800 000 زائد 450 000 زائد 150 000 يعني غنلقاو هي 1 400 000 اذا لقينا كاين واحد ديزيكيليبر عدم توازن واحد الاختلال عندنا التوتال ديال الاكتيف 1 200 000 dirhams وعندنا التوتال ديال الباسيف 1 400 000 dirhams اذا كنلاحظوا بان التوتال ديال الاكتيف صغر من التوتال ديال الباسيف اذا هنا عندي ريزولتا بيرت خساره يعني كنديروا دائما الاكتيف ناقص الباسيف الريزولتا هو الاكتيف 1 200 000 dirhams ناقص الباسيف اللي هو 1 400 000 dirhams غتعطينا ناقص 200 000 dirhams ناقص 200 000 dirhams لي بيرت خساره سيت بيرت دوات اتر انريجستري او دو باسيف افيك ان سين موان دونك هاد البيرت كنلصقوها تحت من الكابيتال بناقص يعني 200 000 يعني خساره ملي كنديروا هاد ناقص 200 000 غيولي عندنا ليكيليبر غيولي الا جمعنا هاد لي زيليمون غيعطيونا 1 200 000 dirhams وهادو 1 200 000 dirhams هذا هو ليكيليبر ديال لو بيلون داكوغ دابا عاده باش غنشوفوا لو بيلون غنشوفوا لو بيلون دو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل اذا لو بيلون كيفاش كيتصاوب وكيفاش كيتحط كيفاش خصنا نصاوبوا لو بيلون
في لي زيكزامان غنشوفو ان شاء الله في الحصه الماجيه ان شاء الله لو بيلون كيفاش خاصو يكون. هذا باش غتفهموا مزيان كيفاش كيتحطوا داك لي زيليمون وعلاش كنحط هذا بحال هكا. كاع دوك التساؤلات اللي باقي عندكم دابا ما غاديش تبقى ان شاء الله ابتداء من الحصه الماجيه في لو بيلون. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو هادي، بارطاجيوها مع لي زامي ديالكم، ديروا جيم للفيديو. بالتوفيق والى اللقاء.